النهارده كان في ماتشات في تصفيات امم افريقيا. خليني اقول لكم كده اخر الماتشات ايه اللي حصل عشان برضو نبقى ماشيين اول باول كده في النتائج بالنسبه لتصفيات المؤهله لبطوله افريقيا. النهارده موزمبيق كسبت رواندا 2-0، تنزانيا فازت على النيجر 1-0، مدغشقر وغانا تعادلوا 0-0، الجزائر كسبت اوغندا 2-1 في اوغندا، توجو كسبت اسواتيني 2-0 في ملعب اسواتيني، والرأس الاخضر فازت على بوركينا فاسو 3-1، مالي كسبت الكونغو 2-0، منتخب مالي منتخبات القويه دلوقتي جدا في قاره افريقيا، ونيجيريا قدرت تفوز على سيراليون 3-2. دي نتائج الماتشات النهارده، وطبعا هجيب لكم برضو معاكم المجموعات بقى بعد تحديثها يا جماعه بعد نتائج النهارده. طيب حلو، شوف بقى النتائج بعد ماتشات النهارده. خلي بالكوا لسه برضو في ماتشات بعد بكره ان شاء الله، في تصفيات افريقيا الجوله الخامسه في التصفيات المؤهله لبطوله افريقيا، فنشوف بعد ماتشات النهارده برضو النتائج عملت ايه في المجموعات. زي ما احنا شفنا امبارح طبعا في فرق خلاص منتخبات وصلت لبطوله افريقيا، لكن نشوف كده مع بعض برضو المجموعات بعد الماتشات اللي اتلعبت النهارده والنتائج اللي حصلت النهارده في التصفيات المؤهله الى بطوله افريقيا. طيب انا معايا عقبال بس ما تجهز المجموعات بعد تحديثها طبعا بعد النتائج. المجموعه الاولى نيجيريا خلاص صعدت، وغينيا بيساو برضو صعدت، كنا جبناها امبارح المجموعه دي. المجموعه الثانيه النهارده بعد فوز بعد فوز الرأس الأخضر على بوركينا فاسو. طب يلا 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 نخش مع بعض كده نشوف المجموعة الأولى. هو نيجيريا 12 نقطة وغينيا بيساو 10 نقط، خلاص المجموعة دي نيجيريا وغينيا بيساو صعدوا لبطولة أفريقيا. نشوف المجموعة الثانية، خلي بالكوا لسه في جولة الأخيرة، الجولة السادسة هتتلعب في شهر 6 في شهر 9. المجموعة الثانية بوركينا فاسو والرأس الأخضر برضو خلاص دول صعدوا الأمم أفريقيا. بوركينا فاسو 10 نقاط والرأس الأخضر 10 نقاط، وطبعا يعني توجو إسواتيني مش هيلحقوا خلاص، يبقى كده بوركينا فاسو والرأس الأخضر أيضا في بطولة أفريقيا. نروح المجموعة الثالثة، ناميبيا 5 نقاط والكاميرون 4 نقاط برضو، بس لسه في المجموعة دي لسه فيها ماتشات هتتلعب، فلسه ما أقدرش أقول لكم يعني مين صعد، ان المجموعه دي فيها ثلاث فرق بس كينيا تم استبعادها من التصفيات. المجموعه الرابعه اللي هي طبعا مجموعه مصر، ومصر خلاص صعدت هي في المركز الاول، وغينيا 9 نقاط. هنشوف بس ماتش ملاوي واثيوبيا هيخلص كام كام ولمين، وبعدين نحدد يعني غينيا طبعا الاقرب، بس نشوف برضو الماتشات المتبقيه لملاوي واثيوبيا ان شاء الله، لان لسه لعبوا بس هم ملاوي واثيوبيا لعبوا 4 ماتشات بس. المجموعه الخامسه غانا وانجولا وجمهوريه افريقيا الوسطى. طبعا المجموعه دي خلاص مدغشقر بره السباق، لكن لسه المنافسه بقى ما بين غانا وانجولا وجمهوريه افريقيا الوسطى. الثلاث فرق دول لسه 9 نقط 8 نقط 7 نقط، فهنستنى للجوله السادسه عشان نحدد مين المنتخبين اللي هيصعدوا ان شاء الله لامم افريقيا. لسه المنافسه شغاله في المجموعه الخامسه. المجموعه السادسه الجزائر خلاص صعدت برصيد 15 نقطه، والجزائر في افريقيا. تنزانيا بقى واوغندا، هنشوف الجوله الاخيره ما بين تنزانيا واوغندا، الجوله اللي هي الجوله السادسه اللي هتتلعب في شهر 9. نروح للمجموعه السابعه، مالي خلاص صعدت ب 12 نقطه، جامبيا هنشوف بقى الجولة الأخيرة ما بين جامبيا والكونغو، جامبيا والكونغو على المركز الثاني، وطبعا جامبيا أقرب، إن جامبيا 9 نقاط، لكن مالي خلاص في أفريقيا. المجموعة الثامنة زامبيا 12 نقطة وساحل العاج 10 نقاط، خلاص الاثنين صعدوا، زامبيا صعدت أول وساحل العاج ثاني، وخلاص جزر القمر مش يعني 6 نقاط، فمش هتقدر تحصل ساحل العاج، وبالتالي زامبيا وساحل العاج في افريقيا القادمين ان شاء الله. المجموعه التاسعه الكونغو الديمقراطيه 7 نقاط، الجابون 7، السودان 6، موريتانيا 5. لسه طبعا المجموعه دي هيتم حسمها في الجوله الاخيره. نخش على المجموعه العاشره، احنا وقفنا عند المجموعه التاسعه، شوف المجموعه العاشره.
غينيا الاستوائيه وتونس، وخلاص الاثنين صعدوا، غينيا ب 12 نقطه وتونس ب 10 نقاط. ليبيا طبعا بعيد في المركز الاخير، وبوتسوانا برضو 4 نقاط. المجموعه ال 11 جنوب افريقيا والمغرب، خلاص المنتخبين كمان صعدوا، ان المجموعه دي فيها 3 فرق بس، زيمبابوي تم استبعادها من التصفيات. جنوب افريقيا والمغرب، يعني كل المنتخبات اللي وصلت منتخبات كبيره. المجموعه ال 12 اخر مجموعه، السنغال صعدت في المركز الاول ب 13 نقطه، ولسه بقى المركز الثاني هنشوف الجوله الاخيره ما بين موزمبيق وبنين. دي يعني المجموعات حتى الان، في بعض المجموعات خلاص اتحسمت، وفي 3 مجموعات لسه هنستنى الجوله الاخيره عشان نحسم الفرق اللي هتصعد الى بطوله افريقيا باذن الله.